فيلم مختلف، المسرحية برضو مختلفة، في نفس الوقت حضرتك بتعمل الباب الأخضر. ممكن بقى أعرف تفاصيل عن الشخصية؟ أنت مش عايز تطلع بشكلها حتى، مش عارفة ليه مخبيين في كده، إيه يعني تفاصيل كده مخبينها شوية عن الباب الأخضر؟ يعني طبعا موسى اتصور من فترة طويلة يعني، ودلوقتي الحمد لله في نجاح كبير كبير الحمد ومختلف، لله، وفيلم يعني نقول ايه عالمي، اول مره يتعمل في مصر حاجه الحمد لله بالشكل ده. الحمد لله. والمشروع طبعا المسرحية مشروع مهم جدا وجميل، ومع الدكتور يحيى الفخراني يعني برضو يا ما في الجراب يا حاوي، روح انا أسامة سمعت أنا لك وانت راكب. بتقول، انا يعني انا بقول المسرح، قالوا لي المسرح بيعلم ممثل الالتزام، وانا رجعت اتعلم أنا مبسوط الالتزام. إنه يحيى الفخراني أو الدكتور يحيى الفخراني طبعا موجود يعني قدامي، وبرضه ريحة أسامة عمرو عكاشة صح. يعني، فأنا في الباب الأخضر حاسس برضه أنا بكمل الموضوع. الباب الأخضر طبعا يعني انا أكيد عرفت إحنا كمان ان متحفظين الشخصيه مكتوبه حلوه قوي، طبعا. يعني انا كل زمايلك اللي قعدت اسالهم كده احاول كده اعرف اسرار، قالوا لي الشخصيه اللي بيعملها اياد مكتوبه حلوه قوي، يعني كله مكتوب حلو بس بتاعت اياد كده ايه يعني مدلعه اكتر شويه. هي شخصية صعبة، هي شخصية معقدة. أنا يعني النهاردة أول يوم تصوير أنا مرهق يعني، جدا بعد انا يوم عارفه تصوير كان يوم مرهق طويل. جدا، لأنه الشخصية مش هقدر أقول لك حاجة غير إنه لما أنا وأنا بفكر في شخصية شفيع اللي موجودة في فيلم الباب الأخضر، كان في ملاحظة وإحنا بنتناقش أنا وأستاذ رؤوف عبد العزيز، إنه في حاجة بنقولها من خلال النص، يعني واحدة من الحاجات انه اوقات انت ممكن تحكم على شخص بالجنون لانه مختلف، لكن ممكن هو اللي يكون عاقل على فكرة، هو ممكن المجتمع مجنون وهو اللي عاقل، لكن لو المجتمع مجنون هو العاقل الناس هتبص عليه لانه هو مجنون. عدا انه كمان مفتاح فكرة انه زي ما بيقول سيران، الجنون هو حزن كف عن التطور، يعني وصل لمرحلة من الحزن. شخصية مركبة، الشخصية مش مركبة بس، هي يعني شخصية بتعبر عن حالة ما الشخص بيشيل أمراض نفسية للمجتمع كلها بيشيلها شخص واحد. يعني زي ما هو بشخصيات أسامة عمرو عكاشة، شخصية مهمومة، شخصية موجوعة، وبنفس الوقت شخصية ممتعة. يعني بالنسبة للمشاهد شخصية ممتعة، بالنسبة للممثل شخصية ممتعة، فهم أنا عارف إنه هي من الشخصيات الممتعة، بس يعني كل الشخصيات الفيلم شخصيات ممتعة. معلش أنا يعني بدور على الكلام، أنا مرهق جدا انا واحد عارفه. انت كمان عرفت ان انت اول ما بتيجي بتجهز بتلبس لبس الشخصيه، ركبت الدقن وبعدين قعدت تذاكر، هل دي طريقه التحضير بتاعت اياد نصار او ما يجي يمسك دور كده ويبقى داخل يصور؟ لا انا طبعا مذاكر من قبل، بس هو المشكله انه انا يعني بكون يعني في عندي تمرين معين بدخل في الكاركتر، ولازم اطلع بمديتيشن، فانا دلوقتي بقابلك قبل المديتيشن، فانا مش احنا خاطفينك. لا يعني هي مرهق بالنسبه لي ذهنيا، يعني انا لازم حاله مديتيشن اطلع من الشخصيه، يعني اصفي دماغي طبعا. وارجع اياد يعني. فدلوقتي في بيكون عندي دلوقتي قاعد معايا نص شفيع ونص نص اياد. شفيع، بس انا ماسك شفيع لانه هو هوبا شويه. طب احنا عرفنا ان شفيع هيكون هوبا وهيكون شخصيه مركبه، واحنا طبعا مستنيين الفيلم، بتمنى لك يا رب كل التوفيق. انت يعني ما شاء الله عامل مش نجاح عايز كبير. كلمه هوبا يعني، لانه طيب. لانه هي يعني احنا بنهزر، بس هو شخصيه مهمومه، هو شخصيه عندها وجعها، وهو شخصيه عاقله جدا، بس من كتر ما هو عاقل تفتكره مجنون. الله، دي جملة حلوة قوي. نورتنا، ألف شكرا ألف لك، مبروك على الفيلم وعلى شكرا، المسرحية وعلى موسى وعلى كل الأعمال. نورت، وطبعا الاختيار 2 أنا كان نفسي أتكلم معاك فيه، وعلى قد إيه الدور كان حلو، وشفت كل لقاءاتك وأنت بتتكلم، وما رحت الفاميلي بتاعت الشهيد محمد مبروك، بجد عمل مشرف، كل أعمالك بجد بتسيب بصمة، وأنا مبسوطة إن أنا كنت في عمل من أعمالك في مانجاني، كنت يعني فرد منه، كان في والله مانجاني، كان في مسلسل جميل جدا، كان مسلسل أول مرة يبقى مسلسل أسبوعي، كان البطل اياد نصار، وكان في جائزه بتتوزع كل اسبوع كنت انا بوزعها، قالي كانت مفاجاه. انا ما كنتش اعرف يا موضوع رب ان الجائزه. تكون كانت مفاجاه لا حلوه. مفاجاه حلوه ان شاء الله، اكيد وان شاء الله يكون في لقاء نقدر نتكلم فيه على الله اكيد. يعني، بس انا حاليا طبعا بستغل شاشتكم طبعا صدى البلد لان نتكلم عن فيلم الباب الاخضر، لانه فعلا انا متشوق انه الناس تشوف التجربه دي للعظيم أسامة عمرو عكاشة. انا مستنيه استمتع بتمثيلك واستمتع بشفيع في الباب الاخضر. نورت سبوت لايت. شكرا شكرا.